الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية هي الخلاصة لدعوة جميع المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، من أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. دعوة جميع الرسل كانت لشيئين اثنين، وهذان الشيئان هما أساس دعوة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. الشيء الأول أن اعبدوا الله، والشيء الثاني واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى أن اعبدوا الله أي وحدوا الله، ومن أجل التوحيد وإفراد الله بالعبادة خلقنا الله عز وجل وخلق جميع الإنس وخلق جميع الجن. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: معنى يعبدون أي ليوحدون، فالله ما خلقنا إلا لقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وقوله أن اعبدوا الله إفراد الله بالعبادة هو حق الله جل وعلا على عباده. ففي الصحيحين من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار اسمه عفير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، إلى آخر الحديث. وأي إنسان يؤدي هذا الحق وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وعدم الإشراك بالله، ده حيدخل الجنة طوالي يا جماعة، طوالي حيدخل الجنة. الزول اللي بيوحد ربنا وما يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا، ده من أصحاب الجنة. كما روى الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا الحديث ده كويس، استمع إلى هذا الحديث عشان تعرف إنه نحن ليه بنركز الكلام كثير عن التوحيد، لأنه دايرين الخير للناس، ولأنه نطمع في دخول الجنة، ودايرين الناس كلهم يخشوا جنة الله سبحانه وتعالى، وما دايرين من زول لا قرش ولا تعريفة ولا عمرنا فرشنا لنا مصلاية هنا زي ما بيعملوا الصوفية في نهاية الحلقة ونقول يلا ادفعوا لنا علينا جاي، لأنه أبوك الشيخ جاي من تقلي ولابد يدفعوا له قروش عشان يكوب جاز يرجع به، وما أسألكم عليه من أجل. دارين الناس يوحدوا عشان يدخلوا الجنة. فاستمع إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينادى برجل بي على رؤوس الخلائق يوم القيامة: يا فلان ابن فلان، فيجي طالع رجل واحد، فينشر لهذا الرجل 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر. ربنا سبحانه وتعالى يخرج له 99 ديوان وسجل مكتوب عليها، السجل الواحد من هنا لحد آخر نقطة تعايل عينك هناك 99 واحد زي ده، كلها ذنوب ومعاصي.
لهذا الرجل الواحد 99 سجن، فيقال له يا عبدي ألك حسنة؟ يقول يا رب وما تفعل الحسنة مع هذه السجلات؟ يعني حتى لو كان عندي حسنة بتاع الحسنة لو في ذات بتعمل مع 99 سجل دي شنو؟ كلها ذنوب ومعاصي حقت الزول ده براو. فيقول الله عز وجل بلى إن لك عندنا حسنة وما ربك بظلام للعبيد. بلى إن لك عندنا حسنة فتخرج له بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله. يعني الرجل ده كان موحد. ما مقصود أي زول قال ما المقصود أي زول قال لا إله إلا الله خلاص معناته خارجوا، ما هو ده التجانية كل جمعة لا إله لا لا من العصر للمغرب، وأكثر ناس عندهم شرك بالله سبحانه وتعالى وعندهم كفريات. ما شفتهم قاعدين يعبدوا القبر والقبور؟ ما سمعت شيخهم في كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني الصفحة 132 ل 135 الجزء الأول قال جاني الرسول يغظة لا مناما. كذاب، الرسول ما بيجيك يغظة لا مناما، كذاب. ممكن تراه في النوم بهيئته الحقيقية اللي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وانت ذاتك صوفي ما بتشوفه بأول حاجة ذاته لا في النوم لا برا النوم، لكن يقظة ما في بشر يستطيع يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما ولو كان هذا البشر صالحا، ما في. لأن ربنا قال له إنك ميت وإنهم ميتون. العلماء قالوا في فرق بين ميت وميت. نادي أبو صلعة ذاك بكورك بغادي الدجال ذاك تاع المحياة، قل له ما الفرق بين ميت وميت؟ ميت بتجديد الياء وميت بسكونها، الفرق شنو؟ إنك ميت يعني ستموت. لأنه قد يسأل سائل يقول الآية دي إنك ميت وإنهم ميتون نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، صح ولا ما صح؟ لأن القرآن كله نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، فكيف ربنا يقول له أنت خلاص مت والآية نزلت وحي؟ فالآية إنك ميت ما معناته مت، إنك ميت بتشديد الياء وكسرها يعني ستموت، أما ميت ميت بسكون الياء يعني مات. عشان كده ربنا قال أو من كان ميتا ذي بالسكون فأحييناه، ده مات أصلا عشان كده قال فأحييناه. لكن إنك ميت وإنهم ميتون يعني يا رسول الله يا محمد أنت حتموت، فطالما حتموت ومات لأنه الصحابة دفنوا، ولأنه ذاك ذات الصوفي لما نجيو 60 مليون ولا قروش حد ما بقول لك ماشي الكعبة، بس الناس ما مرضانين مرضانين مرض، ما بقول لك ماشي الكعبة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ده كله ما بيعرفه. يقول لك ماشي أزور القبر، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة مستحبة، لكن شد الرحال إلى القبر حرام. عرفت الكلام كيف؟ يعني تنوي إنك ماشي الحج وتنوي إنك ماشي تزور قبل الرسول من هنا ما بمشكلة، لا مش قبل الرسول، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لما انتصل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تنوي إنك دار تزور قبل الرسول وأبي بكر وعمر، ده الصحيح كده، لأنه شد الرحال ما يجوز إلا إلى ثلاثة مساجد وليس قبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده الرسول ذاته قال الكلام ده، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فشد الرحال لا يجوز إلا إلى ثلاثة مساجد، بعد ما تصل المسجد النبوي تنوي إنك تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا حرج فيه ولا حرمة فيه إذا كان بهذه الطريقة. المهم قال الرسول جاني يقظة لا مناما، كذاب طبعا، قال فأعطاني صلاة الفاتح، دي الجماعة اللي بيقروها،
وقال لي إن قراءة المرة الواحدة من صلاة الفاتح تعدل في المرة الأولى قال له تعدل قراءة القرآن كاملا 6 مرات. يعني تقول صلاة الفاتح بتاعت التجانية مرة واحدة أخير لك مما تقرأ القرآن الكريم كلام الله تختم 6 مرات. صلاة الفاتحة قال لك أخير من كلام الله ذاته. ده البشر ده البشر. تاني بيجوز لزول يقول لك أنا والله تابع الطريقة، أنا تابع القوم. القوم يا توم الدجالين ديل أكعب ناس على وجه الأرض والله، وعباد القبب والقبور وعباد الأوثان، هؤلاء شرار الخلق عند الله. واحد يقول له مولانا من وين جبت إنه أكعب ناس في الأرض؟ روى الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم، من رواية ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء. ده الصنف الأول. والذين يتخذون القبور مساجد. الناس اللي بيتخذوا القبور مساجد ده شرار الخلق عند الله. وخذ بالك ما معناته إلا يبنوا مسجد عنده ميزان وميكروفونات فوق القبر وده قاعدين يصوروا صوفية، لكن ما المقصود ده بس. والذين يتخذون القبور مساجد. فسرت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت فكل موضع، أي أرض أي مكان من الواطة، كل موضع قصدت فيه الصلاة أي والعبادة والدعاء فقد اتخذ مسجدا وإن لم يبن مسجد. أي محل الناس بيجوا بيدعوا فيه وبيصلوا فيه وبيتعبدوا فيه ده اسمه شنو يا جماعة؟ مسجد، حتى لو ما كان مبني مسجد. فالقبر إذا بيعبدوا عنده الله يسمى مسجد، وقد حرم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان هم بيمشوا القبر وما بيعبدوا الله بيعبدوا صاحب القبر وبيخلوا الله؟ شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. بعد ذلك قال ثم أتاني مرة أخرى جدي. قال طبعا يا جماعة أي طريقة يقول لك الرسول جدي؟ أنا ما عرفنا ذاته. أبو لهب ده جد منو؟ أبو لهب ما عنده تراب؟ كل شيخ طريقة يقول لك اسمي فلان ابن فلان ابن فلان ابن فاطمة بنت النبي. كذاب كذاب، ما عندك أي علاقة لا بالسيدة فاطمة ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا في الدين الصحيح الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في النسب. ولا ما تبقى واحد بليد لافي في الجزيرة هنا هسه أنا لافي في الجزيرة جاب له شعرة، قول له شعرة من شعر الرسول، قاطعها من ضنب حصان، قال دي من شعر الرسول، أصدقك كيف؟ قال ابن عثيمين العلامة ابن عثيمين الفقيه البحر العالم رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال ولا يوجد اليوم على ظهر الأرض شيء من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ما وجد في متحف جمهورية مصر العربية ويزعم أنه من شعرات الرسول فهو كذب كذب. ما في الليلة أبدا لا شعر من شعرات الرسول، لا جزء من قميصه، لا سيفه، ده كله كذب يا جماعة. ده جماعة صوفية محتالين. واحد صادق شهادة سودانية أو ما لقى له شغل، ما عنده حرفة كمان شريفة مهنية في يده، يقوم يقطع له شعر من أي ضنب حصان ولا ضب، يقول لك ده دي شعرة علي بن أبي طالب. كذاب محتال كذاب. يقول لك الرسول جاني في النوم قال لي والله دي هزاته. طيب لو طلع واحد ثاني قال الرسول برضه جاني في النوم قال لي دي ما يا هزاته، الحال شنو؟ يا ناس ما يغشكم كل مرة الناس تتغشى وطالع الولد بتاع رشاد داك شايل له برميل بتاع جرسلين ساق الناس كله بجك بجك في جرسلين بيشربوا؟ بعدين لو انت مجنون في مخك دار تشرب جرسلين تشرب بجك؟ ما تشرب بلغوته بجك. جماعة ماتوا، جماعة عندهم سكري، واحدين عمل لهم تيبي، واحدين عمل لهم شنو؟ اشترى تاتشرات تاتشرات، اشترى بالجوكاك بتاع الجرسلين، سقال المجتمع الغلبان، المجتمع المسكين. عشان كده لابد تعرف انه الدجل والشعوذة والخرافات والبدع والشرك
والكفر والإلحاد ما هو إلا من هؤلاء المتصوفة. جميع الطرق تجانية، ثمانية، قادرية، تسعينية، ختمية، سجمرمات، ديل الناس جابوا الكفر والشرك. يا ناس فتحوا عيونكم، وإحنا ما بنخاف من أي زول، لا في البلد لا فوق الأرض لا تحت الأرض. الجماعة ديل دخلوا الكفر بالله، وده زعلان ليه؟ 5 أنفار ما قاعد يحضروا اليوم، السوق بتاعه فشل يا ناس. تقول تتذكروا قبل شهرين جاب له حبوب بتاعت لبعفن، اظنها خدتها بالكيس بتاع دار دمه، قال ده بعالج الحصوه. انت اكبر زول تلقى عندك حصوه ب 100 جنيه، قال يبيعوا للناس الغلابه والمساكين. حق الناس افهم انه الناس زال شغلتهم شغلت قروش ما دين، وبسبب حب المال وحب السلطه وحب الدنيا المشايخ بتاعنا الطرق دال استعبدوا البشر في البلد دي، استعبدوا البشر. اجوا ودي المرين بتاع الهلاليه يقلع المركوب ويمد كراعه للدراويش، يسجد له في الارض على التراب سجود لغير الله تعالى، ويقبل له كراعه والمركوب بتاعه. طائر هدهد هدهد طيره قال وجدتها مستغرب، لقى ناس بيجدوا لغير الله، بيجدوا للشمس، والشمس خير من الشيخ، صحيح ولا ما صحيح؟ شمس فيها فيتامين دي، وفيها شمس لو ما شرقت بعد إذن الله عز وجل الوطد بتغرب. رغم ده الهدهد استغرب إنه ناس بيسجدوا للشمس الكبيرة دي. قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الإمام السعدي قال رحمه الله، قال الهدهد قال فهم لا يهتدون، دي جابها من وين؟ هل هو يعلم الغيب؟ قال ما يعلم الغيب، لأنه ما يعلم الغيب إلا الله، حتى الرسول ما يعلم الغيب، حتى الملائكة ما يعلموا الغيب. طيب الهدهد من وين؟ قال فهم لا يهتدون، دي جابها من وين؟ قال الإمام السعدي رحمه الله، لأن من ضل فإنه لا مطمع في هدايته حتى تتغير عقيدته. الهدهد عرف انه المشكله مش العقيده، وعرف انه اي زول ضل في اي باب من باب الدين ما بيرجع الا يصلح عقيدته اول. الهدهد عرف انه العقيده هي اساس الشغل كله، واساس الاسلام، واساس الدين. الليلة ديل قالوا ما دايرين توحيد في كتاب سنه ثالثه ثانوي ولا ثانيه ثانوي ما اعرف، قالوا ما دايرين توحيد، تمعوا وجابوا خنجوري وجابوا مين، قالوا ما دايرين توحيد نهائي. ليه؟ لأنه في الكتاب بتاع الثانوي قالوا لهم التبرك بالقبة شرك، في الكتاب بتاع الثانوي قال لهم تعليق الحجاب كفر، الطواف بالقباب شرك، وده حق ولا ما حق؟ ده حق. الناس ما دايرين الكلام ده، لأنه لو ما في مرة مشت طافت بالقبة، ولا في راجل مشى أخذ له تراب من القبة، الجماعة دل بيفلسوا وبيقفلوا وبيأكلوا نيم، صحيح ولا ما صحيح؟ تاني زباين ما في زباين، وده السبب اللي بيخليهم يحاربوا الدعوة دي. بعدها قال الرسول جاني تاني وأخبرني أن المرة الواحدة من صلاة الفاتح تعدل 6000 مرة من القرآن الكريم. يعني تقرأ صلاة الفاتح مرة واحدة أخير لك مما تقرأ القرآن الكريم 5999 مرة. تختم القرآن 5999 مرة كامل، تكرر أكثر من 5000 مرة. قال لك أنت تعبان ساكت، صلاة الفاتح بس بتاعت أحمد التجاني تقرأها مرة واحدة، ده إجرام ولا ما إجرام؟ كونك تعتقد إنه كلام بشر، وبشر ضال مجرم محتال زي التجاني أحمد التجاني ده، تقول كلامه أحسن من كلام الله ب5999 مرة، وبرضو الناس بيغلطوا فينا، يقول لنا ما تنبز الأولياء. دي الأولياء؟ الناس اللي بيقولوا كلامهم أحسن من كلام الله، هل دي الأولياء يا جماعة؟ ده كفر بالله سبحانه وتعالى، ده كفر بالله سبحانه وتعالى. ربنا قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أحسن الحديث، أحسن الكلام،
أحسن التفسير هو كلام الله تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ديل قالوا كلامهم أحسن من كلام الله. والله ما نخليكم، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ولا معين إلاه، ما نخليكم أبدا يا صوفية عباد القبب وعباد القبور. ضللوا الناس، ضيعوا خيرات البلاد، ضيعوا الدين، ضيعوا الإسلام، شووا سمعة الإسلام. يا أخي أمشي حمد النيل هنا ده من درمان يوم الجمعة بالعصر، دراويش واحد يكب التراب في راسه، واحد مفلفل شعره 6 شهور ما استحمى، لما القمل بقول يا الله مطر. تقول عرفت كلامي؟ الخواجات بصور بالفيديو عشان يعكسوا لليهود حقينهم الدار اسلم خلاص، يقول ده الدين ده الإسلام، عفن ووسخ وقلة أدب والشرك، يقول ده الدين، يرجع تاني لليهودية والنصرانية وما يسلم. عشان كده الكنيسة الإنجيلية بتاع البحري اللي عندها مكتبة اسمها لوغوس، عرفتها؟ عندهم كتاب صغير ألفوه النصارى اسمه كشف الأنوار في سر 7 الأسرار، الصفحة رقم 3 أو 7. قالوا نحن دل النصارى، النصارى الكفار، الربنا قال عنهم لقد كفر الذين قالوا إن الله 3 وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. دل طلعوا رسالة اسمها كشف الأنوار في سر 7 الأسرار. شوف العنوان ده زي عنوان شنو؟ زي عنوان كتب الجماعة ديل. قالوا بالصفحة 3 أو 7 قالوا نحن نشكر السادة الصوفية، والله يا جماعة مكتوب زي ده، نحن نشكر السادة الصوفية، قال لأن المسلمين يكفروننا ويقولون أنتم ألهتم عيسى ابن مريم فلذلك كفرونا، أما السادة الصوفية فكل طريقة، هكذا مكتوب، من الطرق الصوفية تعتقد الألوهية في شيخها. قالوا إذا نحن ألهنا عيسى بس براه، وعيسى ده رسول ونبي ومن أولي العزم 5 من الرسل، بقينا إلى صحيح وكفرنا. قالوا الصوفية عندكم يا مسلمين كل طريقة بيقولوا شيخهم شنو؟ إله. أمسك البرهانية، كتاب ديوان شراب الوصل الصفحة رقم 11 على ما أذكر، محمد عثمان عبد البرهاني قال أجود على أم لترحم طفلها، قال ده أنا ما الله، أجود بيتكلم عن نفسه لاحظ ما أنا الله، قال هو أجود على أم لترحم طفلها فرحمة من في الكون من بعض رحمتي. وفي نسخة قال أجود على أم لترحم طفلها فرحمة رب الكون من بعض رحمتي، يعني رحمة الله ذاته جزء من رحمة محمد عثمان عبد البرهاني. قال جبريله ميكالو، اسمعوا الكلام ده عشان تعرف إجرام الصوفية على الإسلام والمسلمين. قال جبريل ميكالو إسرافو عزراه جنودي في التصريف هم تحت إمرتي، أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، أنا الله يوم القيامة في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي، يعني يوم القيامة هو الحق، هو الله، مش ربنا سمى نفسه الحق؟ ربنا قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. البرهاني قال ده أنا ما الله، أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي. بعد يا ناس دي الناس، الناس يقول لك دول أولياء وأهل السلسلة اللي ما فيهم علة، دول هم العلة ذاتها. وإذا دار تعرف بلدنا دي ضايعة ليه يا جماعة؟ بالعقل بالراحة، البلد دي فيها 2 نيل، الأزرق والنيل شنو؟ الأبيض، ظهر فيها بترول كثير ما شاء الله،
في آداب ما عنده حد ولا عدد، الناس كلها ضرب الخلا بين الزور ذاته، كلهم طلعوا الخلا، شفت كيف؟ فيها زراعة، هسه لو زرعنا هنا شلنا الميكروفون ده، زرعنا هنا بيقوم. أرض خصبة للزراعة كلها من شمال لجنوب من شرق لغرب، المويه متوفرة، فوق ده الأمطار بتجي بكثرات لما تكسر البيوت. بعد الناس عطشانين والناس جعانين والبنزين والجاز، الناس واقفين في الصف الطرمبات، والدقيق حدث ولا حرج، والعيش حدث ولا حرج، السبب شنو؟ السبب شنو؟ ربنا ورانا السبب، السبب الشرك يا جماعة. ربنا قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، عينوا لهم القرون والأمم القبليكم ربنا أهلكم ودمرهم وجوعهم، السبب شنو يا ربنا؟ قال تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، لما ظلموا. والظلم في القرآن يأتي بمعنى الشرك، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالظلم يعني الشرك، والظالمين يعني المشركين، ولما ظلموا يعني لما أشركوا. ربنا قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا لما أشركوا وجاءتهم رسلهم بالبينات التوحيد وما كانوا ليؤمنوا وكذلك نجزي القوم المجرمين. لكن الناس لو آمنوا بالله ووحدوا الله واتقوا الله، ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولاحظ ربنا ما قال بركة، قال بركات. ومن وين؟ حتى لو الواطمة صلح ليش، ربنا قال من السماء، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ده السبب. ما يغشك واحد سايج ولابس له كيف ولا والله طبعا ولأنه وينبغي وانبسغت، لا. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا لما أشركوا. ألا الشرك في البلد دي موجود ولا ما موجود؟ أهو ده شرك. واحد، اثنين، القبب، الأضرحة، قرية واحدة يقول لك دي فيها 99 قبة، ده غير الأحياء، الفكا الأحياء والسحر الأحياء. هسه بالشارع ده في ساحر، في ساحر قدام فاتح له دكان كاتب الرقم 34، ما عارفه ده رقم الفانيلا ولا رقم الكدارة، كاتبه في الدكان، والله ساحر. نسوان بالصف وعامل له باب بشوال، طبعا دي غرفة العمليات جوا، في عمليات وسخة جدا بتتم جوا. ده تابعين لوين؟ ديل هم ذاتهم أهل الطرق. أنت لقاك ساحر سلفي؟ هم ده أهل الطرق ذاتهم. هم ذاتهم اللي بيجوا بناظرونا وبيغلطونا يا وهابي الحجاب بيجوز، لأنه الحجاب ب 500 جنيه، كيف ما بيجوز يعني؟ وفي حجاب ب 3 مليون. وهسه طلع حجاب جديد بن اسمه حجاب بطبلة. عملوا الجماعة ديل ذاتهم. قلت بتحب واحدة في الجامعة؟ هاي تعال اختار لك طبلة يو اس اي طبلة طج في كوبري بحري. ده حاصل الآن. البيع من الكلام ده منو؟ البدي للشباب منو؟ هم الجماعة ديل عباد القبب والقبور وشيوخ الطرق، هم اللي بيعملوا الشغل ده كله، وهم جابوا الجلة في البلد دي يا جماعة، فهموا. لأنه ربنا قال كده، ربنا قال إذا حصل الشرك ربنا بيهلكنا، نسأل الله السلامة والعافية. فالمهم الرجل ربنا مد له 99 سجل وطلع له بطاقة فيها التوحيد، كان موحد تمام، لكن عنده 99 سجل. الواحد من هنا مد البصر لحد آخر ما يعاين، كل معاصي حقته براه وبيجاي في التوحيد. فقال يا رب وما تفعل هذه البطاقة بتلك السجلات؟ قال الله يا عبدي إنك لن تظلم اليوم عندنا أبدا.
فأمر بالميزان فوضعت السجلات 99 سجلا في كفة، كلها خطوة في كفة، ووضعت بطاقة التوحيد في الكفة الأخرى، فثقلت بطاقة التوحيد بجميع تلك السجلات، فغفر الله له بتوحيده وعدم إشراكه ودخل جنة الله تبارك وتعالى. عشان كده نحن بنتكلم بالتوحيد، عشان كده بندندن الكلام في الشرك. يا ناس التوحيد ده حق الله عليكم، حق الله على العبيد. الآن تمشي المحاكم، المحاكم تلقى جماعة محامين كرافتات وبدل وفيونكات لابسينها هنا، وإن موكلي وموكلتي وجوطة وداق، الجلسة رفعت للمرة الجاية والسنة الجاية، مرات تلقى الجلسة جارة سنين. في شنو؟ والله جاري ده أنا اغتربته وشلوا متر خشبة متر في الواطة بتاعتي بنا فيها، ما جاره بنا متر خشبة جوا، معركة مدورة 3 سنوات يمكن. ليه؟ لأنه ده حق نحن ما بننكره، اعملوه 10 سنة ما في مشكلة، ما حقك. فكيف بحق الله على العباد؟ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ده حق ربنا عليك، ربنا ما داري منك كثير، داري منك 2، تعبد الله براو وما تمشي لفكي ولا تمشي لقبة ولا تشيل تراب ولا تعلق حجبات، لأنه الحجاب ده الشرك اسمه بالشريعة التميمة. قال عنه رسول الله ما نحن أصو، ما نحن، نحن مساكين وجهلة، ده كلام نبيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق، علق يعني شنو؟ يعني لبس، تم عربي واضح ما بيحتاج له شرح، من علق لبس له تميمة يعني حجاب فقد أشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي بيلبس حجاب ده مشرك. ليه قال كده النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه الناس اللي بيعلقوا حجبات ديل لواحد من أمرين أو للأمرين معا، شنو؟ إما علق الحجاب لجلب نفع، قل لك والله بديك أنا بحبه وهلا بيدوني مشيت لشيخ الطريقة داني حجاب، عشان شنو؟ عشان يجرها من هلا ويعرسها غصبا عنهم بالحجاب بتاع الفكيدة أو غيره، كلهم دجالين ومحتالين، إما لجلب نفع في ظنه أو لدفع ضر، ده يدفع شنو؟ ضر، يقول لك ده حجاب السلاح وده حجاب السكين. وبالمناسبة الشغلة بتاعت حجاب السلاح دي قديمة، وديل الصوفية الترنقعة ديل قايلين إنها جديدة، ده قديم، ده من زمن واحد اسمه الحارث الدمشقي. الحارث الدمشقي، الحارث الدمشقي ده كان في زمن عبد الملك بن مروان، ده حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الحارث الدمشقي ده كان ظهر في الشام في زمن عبد الملك ابن مروان الخليفة رحمه الله، وقال إنه نبي عديل مش شيخ طريقة، ده كمان كبر مرة واحد، قال هو رسول عديل بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فقام طوال عبد الملك بن مروان رحمه الله قبضه، لأنه شفت الدجالين ديل ما ينفع معهم إلا القبض، قبضه جابه. أول ما قبضه جابه قام غيضه بالسلاسل بالحديد في رجلينه، فكان الشيطان اللي بيتعاونوا مع بعض، الشيطان بيجي بيطلع له كرعينه من الحديد، يجوا ناس عبد الملك بن مروان الصباح يلقوا كرعينه برا والحديد مجدوع هنا، قام قبضه يوم خلاص دارين يطبحوه، كل ما يطعنوا بالسكين السكين تدق وترجع، عنده حجاب كبير يدق ويرجع يدق ويرجع. فقال الخليفة عبد الملك بن مروان للسياف قل بسم الله، فقال بسم الله فذبحه، انتهى الموضوع. ده الشغل كده، ده النظام. لكن ما نحن اللي بنطبح، ده شغل شنو يا جماعة؟ شغل الحكام. نحن بنطبح العغايد ما بنطبح الرقاب، العغايد، وبنكسر القبب في القلوب، مش بنكسر الطوب، بنكسر القبب في القلوب. نقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبب والبناء على القبور ولو طوبة واحدة، خلي قبة، في حديث جابر عند مسلم وأبي داود بإسناد
صحيح لأنه عند مسلم. قال النبي عليه، قال جابر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يجصص. التجصيص يعني ما تغير شنو، ما تضرب اللون، لا بوهي لا جير لا غيره لا غيره. ونهى أن يزاد عليه، ونهى أن يقعد عليه كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك.